نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا من دبي علي حمودي، الرئيس التنفيذي لـ ATA Global Horizons. أهلا وسهلا بك علي، وما الذي يحدث؟ يعني القطاع، قطاع السلع الفاخرة في أوروبا يشهد تراجعا كبيرا في الأشهر الأخيرة، كيف تنظر لعادات المستهلكين وتوجهاتهم؟ هل اكتفت النساء حول العالم بالحقائب الفاخرة ربما؟ يعني مساء الخير عليك يا أستاذة دينا. يعني لا أتوقع أن النساء يكونوا اكتفوا، وإنما يعني الصين ثم الصين وما أدراك ما الصين، هي ربما السبب الرئيسي والأكبر في قطاع السلع الفاخرة التي رأيناها تنخفض بشكل كبير في الفترة الأخيرة. شهر ورا شهر أو ربع ورا ربع بيانات اقتصادية من الصين تظهر يعني انخفاض أو ضعف في أسعار المستهلكين، خاصة آخرهم لشهر أغسطس، وهذا يعني يعطينا إشارة أنه استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين. ونعلم أنه الصين يعني هي كانت المحرك الأكبر للطلب على السلع الفاخرة، ليس فقط من الهاند باجز والشنط والأقلام والساعات، وإنما الساعات وأجهزة الموبايل. للتذكير يعني الصين الآن أصبح لديها قرابة 7 مليون، إذا مو أكثر، مليونير، والطبقة المنفقة المتوسطة أصبحت عدد سكانها تفوق 500 مليون مواطن. نعم، أثر سلبا على هذه القطاعات التي أصبحت من أهم أسواقها هي الصين. أها. طيب، يعني الصوت تقطع بعض الشيء، ولكن أفهم منك أنه وجود، حتى مع وجود كل هؤلاء المليونيرات في الصين، لكن الطبقة المتوسطة ربما هي كبيرة، و يعني ربما لا تريد الشراء في هذه القطاعات في الظروف الحالية، أليس كذلك؟ فبالتأكيد مع انخفاض انفاقهم وانخفاض شهيتهم لهذه المنتجات، بالتأكيد تتأثر كل الشركات التي أصبحت الصين من أكبر وأهم أسواقهم. طيب، في حال استمرار خسائر هذا القطاع، هل تتوقع أنه تغير هذه الشركات من استراتيجياتها، أو هل ستقلل من إنتاجها، أو نذهب للسيناريو الأسوأ أن تغلق بعض هذه الشركات؟ يعني بالتأكيد أتوقع أنه الكل يأمل أنه هذه يعني فترة وتعدي. نحن نعلم أنه من بعد إغلاقات كوفيد حاولت الصين وما زالت تحاول لعودة اقتصادها إلى سابق عهده ما قبل إغلاقات الجائحة، والآن هي تواجه مشاكل كثيرة، مشاكل في القطاع العقاري الذي يقلل أيضا من ربما شهية الإنفاق لدى الكثير من الصينيين الذي استثمروا في هذا القطاع ورأوا جزء من استثماراتهم تقل قيمته بشكل كبير. فهناك أمل أنه سوف طيب. للأسف الصوت انقطع مرة أخرى. عموما أشكرك على هذا القدر، ضيفنا من دبي علي حمودي، الرئيس التنفيذي لشركة ATA Global Horizons.